لما رحت على المخفر خبروني وقالوا لي انه نحن رح نتصل بابوه يجي هو ياخذك، وانا صرت ابكي واقول لهم لا لا لا. ولما شافوا اثار الضرب بجسمي حطوني بهاي المؤسسه الداخليه. ايه هي المؤسسه دي؟ مثل ملجأ ايه للاطفال، هو الملجأ تابع للكنيسه. وهون بهذا الوقت كان ابي محبوس بسبب ايه؟ لانه التعنيف ضد الاطفال عليه حاب. وهنا بلشت حياه جديده بالمؤسسه كلها بالكنيسه ترانيم. بس انت مسلم. انا مسلم، ولكن انا كنت هنا عم اتعلم. انا كنت صوم وصلي وكل شيء بالجمعيه، كانوا عم يعلموني على المسيح. يعني هذا الشيء كان شيء جديد علي بالمؤسسة. أول ما فتت المؤسسة بأيام بلشوا يعلموني على الرب يسوع. هم كانوا يخبروني أنه عندما يعني في وقت الطعام نصلي ونشكر الرب على هذا الشيء، على هذا النعمة الذي أعطانا إياها. وقبل ما ننام نقرأ شوي بالإنجيل ونعرف أكثر، ويعطونا دروس عن كلمة الرب يعني داخل الجمعية. كانوا نهار الأحد يأخذونا إلى الكنيسة.